نحن هون لبنان مش إيران، نحن هون بيروت مش طهران، نحن هون رجال الأرز، حطوها براسكن كتير منيح. بعد الاستنكار الكبير كان الغضب العارم، هو شعور سائد في العاصمة اللبنانية بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية في الأيام الماضية بسبب انتشار صور قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني والذي قتل في غارة أمريكية. هذه الصور انتشرت في مناطق من ضواحي العاصمة بيروت وتحديدا الضاحية الجنوبية، ما أثار حفيظة اللبنانيين الذين عبروا إن كان في لبنان أو خارجه بأشكال مختلفة عن رفضهم، وشملت هاشتاج لبنان حر وإيران برة. ما زاد أيضا هذا الطين بلة هو ما جاء في هذه الصور وهذه التغريدات، فالتصريحات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون والتي كانت تفيد بأن قدرات لبنان الصاروخية هي الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل، فرأى فيها الرأي العام اللبناني اعتداء سافرا على سيادة الدولة اللبنانية. وصفوا رد رئيس الجمهورية ميشيل عون بأنه رد خجول ولا يكفي في مثل هذا التعدي الصارخ للسيادة اللبنانية، بينما علق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن تصريحات الصواريخ تم تحريفها. في هذه المواقف أيضا نتابع أبرد ما قاله أيضا في صور سليماني في بيروت، إضافة للتصريحات السياسية الهاشتاجات العديدة انتقل السجال إلى شوارع بيروت في تظاهرات غاضبة. فيوم أمس أقدم متظاهرون على حرق صور سليماني في مناطق مختلفة من لبنان، وانتشرت الفيديوهات وتحديدا هذا الفيديو عبر السوشيال ميديا للمتظاهرين وهم يرددون هتاف لبنان للبنانيين وليس للإيرانيين. كرمال شهداء لبنان الأصلية، شهداء لبنان اللي ضحوا بحياتهم كرمال البلد، مش كرمال ناس غير لبنانية. قاسم سليماني منه شهيد لبنان، ما بنحترمه ولا رح نحترمه ولا رح نضحي فيه كرماله. نحن هون لنوصل رسالة يعرف الكل انه شهدائنا بنحترمهم. ثورة! نحن بدنا نوضح لكل الناس يلي بدها تضلنا يا للغرب يا للشرق، نحن لبنانيين. هالشهداء استشهدوا لأنه كانوا بدهم لبنان فقط. اليوم هيدا الحزب ضمنا للشرق، فوتنا بميت متاهة لوصلنا للي وصلنا له هلا. من بعد ما الثورة نزلت وانتفضت بلشوا يفوتوا هني من دسين بيناتنا ويقولوا هيدي الثورة بس للحزب، بس على الحزب، هيدي الثورة على الكل، هيدي الثورة بدها تنظف، هيدي الثورة هي اللي بدها تنجح، ونحن منكرم بس شهداء لبنان فقط لا غير. هذه الفيديوهات التي انتشرت بكثافة ليل أمس على مواقع التواصل الاجتماعي رافقها اعتراض وسجال لم يكن فقط في الشوارع، بل أيضا كانت ردود الفعل الرافضة والشاجبة واضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت العديد من التعليقات، منها الناشط هادي مراد الذي غرد قائلا: يعلقون صور وتمثال قاسم سليماني في ذكراه السنوية ولم يعلقوا صورة شهيد واحد من مرفأ بيروت، في إشارة منه إلى أكثر من 200 شخص قتلوا في هذا التفجير الذي هز العاصمة بيروت ودمر أجزاء كبيرة منها. كما كتب رامي أيضا بنفس هذا الموضوع مغردا لبنان للبنانيين وليس للفرس وأذنابهم، نفق ما قال رامي. لنذهب إلى تغريدة قحطان والتي قال فيها، هو من خارج لبنان قال: حياكم الله والرحمة لشهداء لبنان العزيزة وشهداء العراق العظيم الذين سقطوا برصاص العملاء لمطالبتهم بوطن ولقمة العيش، وهذا في إشارة إلى الميليشيات إن كان في لبنان أو حتى أيضا في العراق. أخيرا علق ينال على هذه التغريدة وقال: على إيران أن تعلم جيدا أن لبنان دولة سيدة حرة ومستقلة، ولا يحق لها ولا لجاليتها في بلاد الأرز أن يتمقطعوا بمصير الشعب اللبناني. والهاشتاج بيروت حرة إيران برة، وهذه أبرز ما جاء في التغريدات. نرحب مباشرة بضيفتنا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتبة الصحفية لونا صفوان. لونا، تابعنا هذا الغضب العارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار عشرات الفيديوهات إن كان حرق صور قاسم سليماني رفضا لرفعها عند مداخل العاصمة اللبنانية بيروت لجهة الضاحية الجنوبية، أو حتى لرفع صورة قادة ومسؤولين لبنانيين سقطوا بعمليات اغتيال. كيف يمكن فهم اليوم هذا الغضب العارم
وسط ما يمر به لبنان من ضائقة اقتصادية وأيضا دور أمني لحزب الله. مساء الخير. يعني يمكن فهم هذا الغضب بأننا اليوم نختتم فترة الأربعة أشهر وندخل في الشهر الخامس من بعد تفجير بيروت ولا أثر فعلا كما قال المغردون لأي صور لضحايا تفجير مرفأ بيروت، فيما نجد غالبا وخلال السنوات الماضية صور تخص شهداء أو تخص شخصيات من حزب الله تنتشر على طريق المطار التي هي طريق دولية. لابد وأن يشعر اللبناني وهو إنسان في النهاية بأنه محيد عن تلك الأماكن وبأنه لا يوجد أهمية ولا يوجد تقييم لحياته كشخص على طريق دولية هي طريق المطار. هذا الغضب أيضا يترافق مع فكرة أننا اليوم نعيش انقسام سياسي في لبنان، يمكن من الجيد أنه لا يزال يتجسد بتغريدات وبغضب أونلاين أو على شبكات التواصل، لأن إذا انتقال هذا الغضب للشارع خطير جدا وهو أمر يجب على الجهات السياسية كافة أن تتداركه اليوم. يعني هذا الغضب لا يزال. طيب لماذا باعتقادك لنا هذا التقصير اليوم من المسؤولين السياسيين؟ لم نتابع موقف واضح، هل الخشية من بطش حزب الله؟ هل لترك يعني اللبنانيين لا حول ولا قوة لهم كما يحصل في التضخم الحاصل والأزمة المعيشية والاقتصادية والمالية؟ بصراحة نحن اليوم نعيش في ظروف دولة بوليسية، الجميع متوتر والدولة لم تثبت حتى اليوم بأنها إلى جانب الشعب بل ضده، من ناشطين لسياسيين لصحفيين لأي شخص يرفع الصوت. بالتالي لا نتوقع من الدولة أن تأخذ أي موقف من هذه الصور، مع العلم بأنني أكرر هذه طريق دولية، لا يجب أن نجد صور لأي أحد على هذه الطريق منطقيا. هناك خشية أيضا من دخول الدولة ربما وبعض الأركان في مواجهات سياسية في وقت نحن اليوم نعيش فترة بانتظار حكومة جديدة، نعيش فترة انقسامات بين السياسيين أنفسهم في لبنان، كلها عوامل تساهم بهذا التقصير. وأخيرا بالإضافة إلى ذلك، القانون في لبنان غائب. في أي دولة يجب أن يكون هناك قانون يحسم بهذه المواضيع، لا يحسم الشعب في الشارع ولا نحسم على شبكات التواصل. القانون يفرض هذه الظواهر وجودها أو عدمها ويحاسب أيضا عليها، خاصة إذا كانت ولكن لون خطورة هذه الظاهرة سياسي. اليوم بأنها يعني تقدم صورة عن بيروت لم تحصل في أي من المراحل الصعبة وبالغة التعقيد في التاريخ الحديث. من يريد إغراق اللبنانيين اليوم؟ فئتون هذه المواجهة وفئتون الصراعات التي تفرضها إيران وأذرع إيران في المنطقة، فهذه الصور خير دليل على ذلك، وتبعنا هذا الرفض بالملايين اللبنانيين. الجواب واضح، هناك جهة سياسية والتي هي حزب الله وحلفائه يريدون إشراك لبنان واللبنانيين جميعا بهذه الصيغة التي تنضوي تحت سياسة إيران وتحت سياسة الدولة والنظام الإيراني بشكل خاص. هناك اعتراض في إيران حتى وفي العراق وفي سوريا على انتشار صور لسليماني وليس فقط في بيروت. هذه ظاهرة برأيي هي غير مباشرة لمحاولة إشراك لبنان وضويه تحت هذه الراية، علما أن عدد كبير من اللبنانيين لا يوافق على ذلك، وهي نوع من الرسائل لتذكير اللبنانيين بأن القوة هي بيد من يستطيع أن يتحكم بالشارع أولا وأخيرا، ورأينا هذا في سنوات سابقة للأسف، والتقسيم بدأ والإشارات بدأت بهذه الطرق عبر صور، عبر إقفال طرقات هنا وهناك. فهذه رسائل واضحة من حزب الله للبنانيين وأيضا للمجتمع الدولي الذي ينظر اليوم إلى لبنان وهناك علامة استفهام كبيرة عن من يسيطر حقا. تبعنا انتقاد كبير وربما أكثر من عتب على موقف رئيس الجمهورية، من وصفه بأنه خجول، بأن حزب الله اليوم يعني يسقط هيبة الدولة اللبنانية ويدخلها في أتون المواجهة الدولية، وتحديدا لما ارتكبه حزب الله إن كان في سوريا أو حتى أذرع إيران في المنطقة. خطورة غياب الموقف الرسمي كيف يمكن وضعها أمام يعني هذا الرفض والغضب الشعبي العارم؟ هي خيبة كبيرة لأن الشعب أصلا خائب، موقع رئاسة الجمهورية لا يلعب اليوم الدور السيادي الذي ينبغي أن يلعبه، فالشعب خائب من هذه النقطة، ولا يتوقع الشعب أصلا أي موقف صارم وواضح بهذا الخصوص، وهو أمر يضعف
موقع رئاسة الجمهورية أكثر فأكثر. يعني التصريح فعلا خجول، لأننا اليوم منذ دقائق شهدنا تدشين تمثال جديد لقاسم سليماني في بيروت. فإذا يعني هناك تماثيل، هناك صور، هناك صبغة للبنان وبيروت بلون معين، وبالتالي هناك فقط موقف من جملة واحدة لرئاسة الجمهورية. هذا ليس كافا بالتأكيد، وهي خيبة اللبنانيين هنا. المواقف والكلمات لم تعد تعبر عن ما يجب فعلا تطبيقه في لبنان، أو عن سيادة لبنان وكيفية تطبيق القانون فعلا في الدولة. أشكرك جزيل الشكر الكاتبة الصحفية لونا صفوان، كنت معنا مباشرة عبر منصات من استوديوهات سكاي نيوز عربية في العاصمة اللبنانية بيروت.